قال وسننه الطهارة، يعني لا يشترط الطهارة للسعي، وستر العورة كذلك لا يشترط، والموالاة بينه وبين الطواف يجوز عدم الموالاة، الإنسان طاف وراح تعشى بعدين جاء سعى ما فيها شيء. في سنة لم يذكرها المؤلف هنا أو سنن لم يذكرها، يعني نظر أمثلة هو اللي هي الرمل بين العلمين، هذه من السنن. من السنن كذلك الإنسان يكثر من ذكر الله وهو يسعى. من السنن كذلك أنه في بداية كل شوط يستقبل القبلة ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده، نصر عبده وزمن الأحزاب وحده، ثم يدعو، يفعل ذلك 3 مرات بداية كل شوط. قال والموالاة بينه وبين الطواف أي سنة، يسن أن يوالي بين الطواف والسعي لا يقطع بين